طبيعي الحديث كله النهارده عن هيكون عن مباراه بلاتينيوم الزيمبابوي واجواء ما قبل هذه المباراه، عشان كده عايزين ندخل على طول في الاجواء مع زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي متواجد في مقر اقامه الفريق قبل مباراه اليوم. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. باذن الله يكون عام سعيد قادم باذن الله لكل الاهلاويه، يكون كله انتصارات، يكون كله بطولات باذن الله، ويكون وشنا حلو النهارده على فريق النادي الاهلي ويقدر يفوز على الفريق، طبعا الفريق القوي فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي. انا من فندق الاقامه معاك امير، اقول لك كل الاجواء كل الكواليس. يمكن النهارده النادي الاهلي بدا يومه بدري، يمكن النهارده كان الفطار في الثامنه والنصف الى 10 صباحا، كان فايلر مدي حريه لاي لعيب من 8 ونص ل 10 ممكن ينزل يفطر في هذا التوقيت، ولكن بشرط كل اللاعبين لازم تكون موجوده على الفطار. يمكن الغداء كان الساعه 2 ظهرا بمشاركه كل اللاعبين. طبعا مستر فايلر النهارده كان حريص بعد وجبه الغداء يعقد يمكن محاضرتين او جلستين بمعنى اصح مع طبعا جيلاردو، قعد معاه يمكن فتره طويله جدا، ومن بعد جيلاردو كان علي معلول برضو ايضا. مستر فايلر كان حريص يتكلم مع الاثنين، الله اعلم بيتكلموا في ايه، مين ممكن موجود في الماتش، مين ممكن يبقى خارج ال 18، كلها هنعرفها طبعا بعد ما يعلنوا التشكيل رسمي. يمكن المحاضرة هتكون أو الوجبة الخفيفة للسناكس هتكون الساعة 5:30، يمكن بعد أقل من حوالي تلت ساعة، وهتكون على شمالي في مطعم الفندق، وهتكون المحاضرة الساعة 6:50 دقيقة 7:10. فايلر هيتكلم فيها عن التشكيل. خليني أقول لك زميلي أمير، يمكن الكل كان بيسأل هو المحاضرة الفنية بيبقى فيها إيه؟ المحاضرة بيبقى فيها الراجل بيعلن فيها التشكيل، الراجل بيتكلم فيها عن الكور الثابتة، مين ممكن ينفذ الكور الثابتة، مين يقف في الحيطة لو فاول على الأهلي أو فاول للأهلي، مين ممكن يصوب، مين ممكن يعمل جمله تركيه، بيتكلم في كل دوت وبيقول التشكيل، وما بتاخدش 10 دقايق، المحاضره بتبقى سريعه جدا، وبيبداوا بيتحركوا على طول على استاد الاستاد على طول تقام عليه المباراه، وهيكون التحرك الساعه 7 مساء. يمكن زي ما قلت لك لازم تقول على طول عشان نقدر نتعامل مع ضغط المباريات، فالراجل بيتعامل الصراحه بشكل كويس جدا مع ضغط المباريات. نمسك الخشب الحمد لله الاصابات قلت جدا، هتلاقي كريم نيدفيد الفتره الجايه في التمرين خلاص، يمكن هتلاقي الاصابات ما فيش غير حمدي فتحي محمد محمود بس هم اللي هيكونوا مصابين، لكن الباقي كله هتلاقيه موجود في التمرين. فباذن الله الفتره الجايه كلها تكون انتصارات النادي الاهلي مع ضغط المباراه الرهيب اللي بيعاني منه النادي الاهلي. الملامح على وجوه لاعبي النادي الاهلي خصوصا في ظل حضور جمهور النهارده، انا عارف جدا ان لاعيبه النادي الاهلي بيبقوا متشوقين دايما لحضور الجماهير، فما بالك مباراه في بطوله مهمه، مباراه النهارده مهمه جدا بالنسبه للفريق عشان يعدل وضعه بشكل اكبر في بطوله دوري ابطال افريقيا، الانطباعات ايه؟ وانا عارف ان انت بتتكلم مع اللاعبين بشكل كبير جدا يا شريف بخصوص حضور جمهور النادي الاهلي النهارده. بص يا امير، يمكن انت عارف لعيب الكره بتموت في الجماهير، مفيش مسرح من غير جمهور، الملعب لازم يكون ليه جمهور، فلاعيبه النادي الاهلي ولاعيبه مصر كلها بتحب يكون الجماهير في المدرجات، وما ادراك بقى جمهور النادي الاهلي طبعا. يعني جمهور النادي الاهلي على طول ساند وبقوه لجماهير لفرقه طبعا النادي الاهلي، فلاعيبه النادي الاهلي سعداء جدا النهارده. المباراه هتحتضن حوالي 10,000 متفرج، وانا على المستوى الشخصي نفسي اليوم 20 30 40,000 ولما لا، النادي الاهلي عنده جماهير بالملايين، انت خطى ال 60 70 مليون اهلاوي داخل العالم العربي، فلا جماهير الاهلي طبعا النهارده هتكون ساند بقوه للاعبي النادي الاهلي، ولاعبي النادي الاهلي مبسوطين جدا وسعداء جدا بدخول الجماهير النهارده. يمكن النهارده بيتكلموا بعد الغداء النهارده حضور جماهيري، عاوزين نقدم عرض كويس، عاوزين نرجع الاهات بتاعت الجماهير مره اخرى في المدرجات، فباذن الله النهارده باذن الله بس جمهور الاهلي يروح يحضر بكثافه وما يقلقوش، والنهارده النادي الاهلي النهارده او لاعبي النادي الاهلي النهارده هيقدموا مباراه قويه باذن الله تليق بيهم، وباذن الله باذن الله يكون الفوز حليف النصر او النصر حليف النادي الاهلي النهارده باذن الله. طيب انا احب برضه اسالك في كام سؤال كده، جمهور النادي الاهلي بيحب يعرف اجاباتها، يعني فيما يتعلق بكهرباء هل هيكون متواجد في المدرجات النهارده او في المقصوره يتابع الفريق؟ المعلومه اللي عندي بنسبه 99% كهرباء موجود في المقصوره باذن الله. تمام، فيما يتعلق بصالح جمعه كلام الفتره اللي فاتت اليومين اللي فاتوا ان صالح ما بيروحش التدريبات وكلام من ده، انت من اكتر الناس اللي بتحضر تدريبات النادي الاهلي، والنهارده في اول المداخله او من خلال اللايف ده قلت لي في البدايه ان صالح جمعه كان متواجد في تدريبات النادي الاهلي النهارده الخاصه بالمستبعدين صباحا، وضح لنا اللغط اللي في الموضوع ده. انا شفت النهارده التمرين بنفسي، ما حدش حكى لي بالمناسبه يعني، وشفت التقسيمه في اخر المران وكان بياخدها الكابتن سامي قمصان، والنهارده كان متالق جدا في التمرين صالح جمعه، كان متالق جدا كهربا خلي بالك الفتره الجايه اتفرج عليه باذن الله يعني يمسك الخشب باذن الله خلاص بعد الماتش ده كهربا صالح بيشارك وبيصالح
باذن الله بقى تبقى القصه كلها اجراءات بقى يوم طبعًا واحد طبعًا. يوم اثنين بالكثير قوي باذن الله، بس البطاقه الدوليه تيجي من البرتغال. انت عارف الاهلي باذن الله يوم في 1/1 بيطلب البطاقه الدوليه من الاتحاد البرتغالي. الاتحاد البرتغالي ممكن يبعتها لك يوم 1/1، ممكن يبعتها لك يوم يعني 2/1 حسب بقى الاتحاد البرتغالي ما يبعت. ممكن في نفس اليوم باذن الله يكون في نفس اليوم عشان يقدر يشارك لو في نفس اليوم او ثاني يوم على اقصر تقدير. خليني اقول لك واحنا دلوقتي على الهواء يمكن على شمالي لاعبي النادي الاهلي بيتناولوا الوجبه الخفيفه السناكس، يمكن المفروض ميعادها الساعه 5:30، بس في بعض اللاعبين انا شايف اثاره وشايف عمرو السوليه مطعم على شمالي بيحبوا ينزلوا يعني بدري شويه. انت عارف لاعبي النادي الاهلي ملتزمين جدا زميل امير، ملتزمين لاقصى درجه. يمكن الميعاد يبقى 5:30 تلاقي قبليها بخمس دقائق 7 دقائق 8 دقائق 10 دقائق نازلين وموجودين. وعلي معلول كمان شايفه ايضا النهارده، يمكن يا رب النهارده باذن الله يكون موفق النهارده ويتالق ويعيد امجاد علي معلول من جديد مع النادي الاهلي. زي ما قلت لك كل اللي يتكلم النهارده شايف يعني التمرين. صالح جمعه النهارده عامل تمرينه قويه جدا 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 ولفت نظر ايضا في التقسيمه النهارده اللي انا اتفرجت عليها، والنهارده ايضا كهربا لفت نظري مروان محسن صلاح محسن. لا النهارده انا شفت بعيني يعني تقسيمه قويه جدا شارك فيها المستبعدين من هذا اللقاء، وباذن الله الفتره القادمه يكونوا عونا طبعا لباقي زملائهم مع النادي الاهلي واحصدوا جميع البطولات الفتره المقبله. زميل امير معاك لو اي استفسار انا معاك ان شاء الله. احنا نتمنى الاهلي يكسب النهارده يا شريف باذن الله. يا رب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي والتالق في الحقيقه النهارده، وقال اخبار كتيره جدا بتهم جمهور النادي الاهلي وبالتحديد بخصوص الاستعدادات قبل مباراه اليوم امام بلاتينيوم في بطوله دوري ابطال افريقيا الجوله